السلام عليكم. أمريكا تعلن إرسال مقاتلاتها إلى الخليج لحماية السفن من إيران. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت أنها ستزيد من استخدامها مقاتلاتها حول مضيق هرمز لحماية السفن من إيران. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير قوله للصحفيين المكلفين بتغطية أخبار وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الولايات المتحدة سترسل مقاتلات F-16 إلى خليج نهاية الأسبوع الجاري لتعزيز سرب مقاتلات A-10 الهجومية التي تجري دوريات فوق منطقة منذ نحو أسبوع حسب وكالة أسوشيتد بريس. وذكر المسؤول الدفاعي أن مقاتلات F-16 ستمنح غطاء للسفن العابرة في الممر المائي، كما ستزيد من ظهور العسكري الأمريكي في المنطقة كعامل ردع لإيران. يأتي ذلك بعدما حاولت إيران السيطرة على ناقلتي نفط قرب مضيق الأسبوع الماضي وفتحت النار على إحداهما وفق الوكالة، وهو ما نفته طهران. وأعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في مياه إيران الجنوبية. وقال قائد منطقة الثانية التابعة لبحرية الحرس الثوري العميد رمضان زهراي إن هذه الناقلة كانت تحظى بدعم عسكري أمريكي، مشيرا إلى أنه بفضل اليقظة والدقة والسلوك المهني والقوي لقوات بحرية الحرس الثوري فشلت الممارسات غير القانونية وغير المهنية الأمريكية في الخليج حسب وكالة تسنيم الإيرانية. وأضاف زهراي الأمريكيون حاولوا منع هذا الإجراء القانوني وقاموا بتحركات متهورة غير مدروسة، موضحا أن مسؤولا أمريكيا طلب من القبطان إيقاف المحرك وانتظار وصول القوات الأمريكية للمساعدة. وكما أعلنت إيران يوم أمس الجمعة أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري احتجزت سافنة تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.